راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. كاب الخير، كاب الخير. في كاب الخير لليوم، سمر تعاني من مرض سرطان الدم ولازم تعمل عملية زراع لنخاع شوكي في تركيا. معنا بالتليفون سمر. الو عسلامة. الو عسلامة، مرحبا سمر. مرحبا، عايزة تعرفي عشان لو كنت تعرفوا عليك سمر، قد ايه عمرك؟ سمر الملاك 27 سنة، القروين. نقص شوية في الراديو سمر. سمر ملاك 27 سنة من القروين. هاي ما قلت انت عندي رسالة قدام ولازم نعمل زرع نخاع ولازم نخرج اخر وقت تركيا على خاطر معناتها لما نخرج على الاخر ورجع معناتها رجع مع شغال وفي بالي يعني باش نحى الماس كومبليتمون معناها باش نيو زيد يا اخي. من بعد ما كملت كيميو خرجت عندي شهر جيت نعمل في تحليل القرارات نتاعي زيت معناها العمليه نتاعي ارجون ولازم نخرج نزرع على خاطر ديجا تعرفوا انتم اللي في تونس الزرع مانيش كان انا نزرع في تونس اكاو برشا والدور نتاعي مازال بعيد برشا وانا ما نصبرش تعب على الاخر نحب بالحق نحب التوانسه الكل اللي يقدر نحب التوانسه الكل نعرف اللي احنا التوانسه كل خوات نحب يعاونوني كل واحد اللي يقدر شويه شويه ونخرج ان شاء الله هذا باش نعمل عمليتي في تركيا. وميرسي عن الكل. سمر العمليه دي ما تتعملش في تونس؟ بتعمل في تونس اما الدور نتاعي مازال يقطع شويه وانا المرض رجع لي ورجع لي القوى. انت وين قاعده تعالج تو بالضبط؟ انا معالج في صحه حشي برحات حشيد. من وقتيش بديك المرض هذايا؟ بس كان عندي عام وشهر من اللي قاعده نعرف الشيء ما عندي شهر كامل اللي كملت شيء. اوكي بي. انت تقرا ولا في قاعده في الدار؟ والله قاعده في الدار. يعني انت بطلت قرايتك على المرض هذايا ولا ديجا انت من قبل ما تقراش؟ انا ديجا والله قبل بعام معناها ديجا باكري في زي ما عودش ما وزيد مع المرض في ديجا انفورماسيون درجنا يا اخي المرض ما عملت حتى شيء. يعني انت تويكا لازمك عمليه في تركيا باش تنجم ترجعينا لابس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قلت لنا قد ايه تتكلف العمليه هذه بالضبط؟ 200 مليون. به من كابافيم نطلبوا من الناس الخير اللي قاعده تسمع فينا تعاون سمر من القروين مريضه بسرطان الدم لازمها تعمل عمليه زراعه لنخاع شوكي. نعرفوا قلوب التوانسه قلوب رحيمه، كنا نعاونوا بعضنا ان شاء الله نقفوا لسمر ونعاونوها. طفله في عمر الزهور 24 سنه مازالت الحياه قدامها. سمر ربي معاك ونحيوك على العزيمه نتاعك هذيا. هكا كانت كاب الخير لليوم. راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.